السلام عليكم متتبعي اعزائي ديالنا، مرحبا بكم في الفيديو. هذه المره من مدينه مرتيب، تجزئه ام كلثوم. اللهم بارك. شقق الدار مشمشين متواجدين بالطابق الرابع، متوفرين على مصعد كما كتشوفوا. مع الدخله كاين صالون، ها انتما اللهم بارك. مشمشه ما تحتاجش الاضاءه ليوم كامل، فينيسيون عصريه كما كتشوفوا، بيبان جوده عاليه، كلشي دايز بلاك قبس ولي ليد، هانتوما اللهم بارك. شروط الدعم ايضا متوفرة في هاد الشقق، بقاو يعني جوج في الطابق الرابع، وحدة فيها بيت وهذه اللي كنصورو فيها جوج بيوت وصالون، وبجوج بيهم يعني دايزين في الدعم. كاين البالكون، كاين لي كويزين ايكيبي، مهم المسائل كلها كما كنقولو ناضية. الصباغة اللهم بارك، الصباغة جودة عالية برا كما كتشوفو، بالكونة الزجاج اللهم بارك، اطلالة جميلة. هانتوما الثمن يعني 42 مليون، اللي هو ثمن جيد بالنسبة للمنتوج، مواصفات اللي فيه وقابل شوية يعني للتفاوض، والدعم تبادلي متوفر. اللي بغاهم مرحبا يتواصل معنا، وما يكون غير خير ان شاء الله. خليكم مع تتمة الفيديو، والسلام عليكم.